ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. يا مواليد برج القوس، مواليد برج القوس، النهاردة ان شاء الله معادنا مع القراية بتاعتكم للفترة اللي جاية دي. ان شاء الله يلا نشوف الفترة اللي جاية فيها ايه واحوالكم ايه، و الشريك نفسه بيفكر في ايه، وايه نوايا تجاهها، وكمان هنشوف يعني على الصعيد العام كده هو بيعمل ايه في حياته الفترة اللي جاية. بيشتغل بقى، بيفكر فيك، دنيته ايه. فهنشوف كل احواله واحوالك ان شاء الله. هسحب لكم كارتين، انت كارت للطاقة بتاعتك وهو كمان كارت للطاقة بتاعته. يلا نبدأ كده. بسم الله، نيتي اسحب اول كارت لطاقة مواليد برج القوس الفترة اللي جاية دي. بسم الله. مواليد برج القوس، في قرار بتاخده في حاجة مصيرية بتفكر فيها وهتاخد فيها خطوة، وكأنك بتظبط امور مخفية شوية، يعني مش معرف بيها حد، ولكن خد بالك انه يعني الكارت ده على قد ما هو امر انت هتاخد فيه خطوة، على قد ما هو تحذير من وجود بعض الخداع في حياتك، او بعض الناس المخادعين في حياتك. كأن في واحد مستخبي كده ورا ستارة اهو، وده شخص ممكن يكون خاين عمليا. يعني ايه؟ يعني الشخص ده ممكن يكون في الشغل. فخد بالك يا برج القوس من ناس معاك في الشغل، الناس دي خاينة، الناس دي بوشين، الناس دي بيبينوا لك وش من وراك وش تاني، فاحترس. وممكن يكونوا ناس بوشين، يعني برضو يعاملوك بوش ومن جواهم بوش تاني. حد بقى بيطلع عليك إشاعة، حد مش بيحترمك قدام الناس، حاجة في الشغل، تفاصيل معينة مخفية، حد بيلعب في التفاصيل من وراك بتاعة الشغل. فخليك على علم بكل حاجة بتحصل في حياتك، وانتبه لفلوسك. هنا واحد واقف خلف ستارة ماسك حقيبة كده فيها حاجات غالية، فلوس بقى، مجوهرات. فده بيقول لي ان انت تاخد بالك من فلوسك ومن اسمك، يعني متخليش حد يستغل اسمك. انتبه على فلوسك، اتأكد ان انت عارف كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها على شغلك او اللي انت محتاجها، وحافظ على يعني حاجتك، وخلي حاجتك في مكان امين. في خداع، انتبه. كمان البعض منكو ممكن يكون في حاجة جواك انت بتكذب فيها على نفسك، يعني ذاتك بتضحك على نفسك بحاجة، في امر بتعلق بحياتك، بتواجه صعوبة في ان انت يعني تواجه نفسك بحاجة. زي مثلا ممكن يكون في شخص كان في حياتك، الشخص ده شق طريقه، وانت حاطط في دماغك ان الشخص ده بيحبك او انه لسه بيفكر فيك، فلا، انت كده بتكذب على نفسك، لان الشخص ده ولا بيحبك ولا بيفكر فيك. لان هو لو كان كده من الاساس ما كانش ارتبط بغيرك. طب تعالى نشوف طاقة الشريك. بسم الله، طاقة شريك برج القوس. قلق، شخص مصاب بالقلق. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده عنده قلق، عنده أرق، حياته الفترة الجاية هتبقى مقلقة كتير، منزعج،
ما عندوش المرونة اللي يتعامل بيها معاك او مع غيرك، وكأن الشخص ده في عاصفة هتهب في حياته كده يعني، كأنه هو قاعد مستني عارف ان في حاجة هتحصل بس امتى وفين وازاي مش عارف. في حاجة هتحصل في حياة الشخص ده، و بيفكر كتير ومش مرتاح وبيدور على حلول لحاجة معينة هو بيواجهها، بس هو مش قايل لحد. يعني الشخص ده مش مبين طاقة القلق اللي هو فيها، هو يبان ان هو حد كويس والامور ماشية كويس وانه مفيش مشكلة، ولكن في امور مش مظبوطة. ففي حاجة في دماغ الشخص ده ولكن هو مش مصرح عنها. طب تعالوا نشوف الكروت هتقول لنا ايه. بسم الله. بسم الله. طاقة مواليد برج القوس. نخلي كروت الطاقة كده. طيب خليني مبدئيا كده اقول لكم الفترة اللي جاية فيها ايه، في المال، في العمل، في الصحة، وبعدين ندخل في العاطفة بالتفصيل. شايفة الفترة دي اللي جاية دي فترة حلوة في حياتك، فيها عند البعض منكم سفر، تتنقل من مكان لمكان، اشخاص جديدة بتدخل حياتك، بتتعلم حاجة جديدة، في أمور جديدة أنت بتتعلمها، بتاخد لغة جديدة، بتتعلم حاجة جديدة، بتاخد خبرة عن حاجة معينة وأنت حابب أن أنت تتعلمها من بدري، في حاجة جديدة أنت بتتعلمها يا برج القوس. شايفاك الفترة اللي جاية دي قادر أن أنت تنجح وتوصل لحاجة معينة أنت عايزها، وكمان في تواصل مع ناس بعيدة عنك. البعض منكو يجيلك حوالة مالية، هيجيلك حوالة مالية، في دعم جايلك من شخص بعيد عنك في بلد، انت في بلد وهو في بلد، دعم مالي او حوالة مالية جايلك في برج القوس، يا جاتلك يا هتجيلك. الفترة دي فيها تحرر كتير في حياتك، كأنك بتتحرر من أشخاص يعني أنت كنت حاسس بضغط، ضغطين عليك فبتتحرر منهم، بتخرجهم بره الطاقة بتاعتك، وشايفاك منفتح أكتر الشهر ده، بتعمل حاجات جديدة، بتجرب أمور جديدة الفترة دي، كأنه أو الفترة دي من الشهر عند البعض منكو في الشغل بتاعه في منصب أو ترقية، في منصب كبير او ترقية جايالك في شغلك. لو انت عندك امتحان، حاجة خاصة بالدراسة او انترفيو مثلا، حاجة خاصة بالشغل، ففيها نجاح ان شاء الله، بتنجح وبتعدي. شايفة حياتك فيها تواصل مع ناس مهمة جدا وناس مسؤولة ومشهورة في نفس الوقت. البعض منكو عندك مشروع خاص بتأسسه وبتعتمد فيه على نفسك أكتر. البعض منكو في حد بيجيب سيرتك، يعني كلام ناس كتير عليك، مع أب أو أخ أكبر منك
عند البعض، في حد بيتكلم عنك بيجيب سيرتك بحاجة. كمان الفترة دي شايفة فيها عقود بتتمضي، شراكة مثلا بينك وبين حد، بتروح شركة معينة مثلا، شراكة مع شركة أو مع مؤسسة، في اتفاق وفي مشاركة، وكأنك بتشارك حد في حاجة جديدة وبتحس ان انت افضل، يعني طاقتك احسن. بس شايفة شوية ضغوطات يعني عليك، وبس بتعدي، حاول ان انت ما تنفعلش. التلت الاخير من الشهر هتلاقي شغل جديد ان شاء الله، بس انتبه ما تخالفش اي قوانين او تغلط اي غلطة، لان الاضواء هتبقى متسلطة عليك، وفي حد بيجيب سيرتك ومستني لك على غلطة، انتبه. ممكن كمان حد يروح يشتكيك لباباك لاخوك ايا كان، بس يعني في حاجة زي كده، فانتبه وخد بالك من نفسك الفترة اللي جاية يا برج القوس. كمان الفترة دي حساسة، رغم انه يعني شهر حلو من اوله، بس حساسة، فمحتاجة منك ان انت تبقى حذر، لان العيون عليك بشدة. ان شاء الله يعني الفترة دي تعدي عليك على خير بإذن الله. كمان خليني اقول لكم، في عرض شغل بيتقدم للناس اللي بتدور على شغل، في عرض شغل جاي لك، والبعض بيمشي من مكان بيروح مكان تاني. شغلك كأنه في منافسات كتير، وفي ناس سابت الشغل وبتدور على شغل جديد، هتتوفى ان شاء الله. ندخل في العاطفة، وقبل ما ندخل في العاطفة خليني اقول لكم ايه هي الابراج اللي ظاهرة قدامي اللي ممكن الشريك يكون منها. هو مش شرط طبعا الابراج اللي هقولها انها تكون كلها، بس يعني هقول لكم الموجود. عندكم برج الثور وبرج العذراء وبرج الجدي، برج السرطان، برج الحوت، برج الحمل، برج الأسد. دي الأبراج اللي ظاهرة قدامي مبدئيا كده. خليني أقول لكم، عند البعض في كده مشاداة أو في ضغوط بينكم وبين شريك حياتكم، في مشكلة يعني، بس حاول تكون هادي وما تنفعلش، وحاول تبعد عن أي مواجهة فيها مشكلة مع الشخص ده أو الشريك ده. كمان البعض منكم بيفترق عن حد، في علاقة منهارة، يا اما انت سبته يا اما هتسيبه، بس في يعني انت سبته ورغم كده او هتسيبه، وفي حاجات عيونك متغمية عنها في العلاقة دي، من يعني ما انتش عارف ايه اللي حصل، او في حاجات بتحصل من ورا ظهرك انت مش عارفها، فخد بالك. كمان عندكم علاقات جديدة، في أشخاص جديدة بتتواصل معاكم، والناس دي بعيدة عنكم، علاقات حب بتكبر، وفي أشخاص بتدخل حياتكم، الأشخاص دي مهمة أو مشهورة، حد بيعجب بيك، بس برضو انتبه من الشريك وخليك هادي جدا، وعندك فرصة كبيرة للارتباط الفترة دي، بس فيها شوية مشاكل برضو، في شوية مشاكل مع الشريك بتعدي عليك، بس بتمر على خير. البعض منكو في ارتباط وخطوبة ان شاء الله عند البعض منكو. خليني اقول لكم العزاب، في حد بيدخل حياتكو، الشخص ده تلاتيني، خلينا نقول بيشتغل حاجة مهمة، و ليه منصب ومشهور، بيهتم بالعادات بالتقاليد، علاقة سريعة بتدخل حياتكو، هتحسوا من ناحيته بالمحبة بالأمان، شخص جدي يعني في التعامل.
في شخص تاني برضو بيدخل حياة برج القوس، بيقدم عرض زواج، والشخص ده برضو ميسور الحال، ولكن في بينك وبينه مسافة، يعني كأنه انت في بلد وهو في بلد، في لم شمل، في خطوبة رسمي ان شاء الله، وفي يعني فرصة حلوة جاية لك، في اخبار سعيدة جاية لك عن شخص في الماضي راجع يصالح برج القوس ومستني اي فرصة علشان يعني ايه يكلمك. في علاقات انتهت او هتنتهي، بس هيدخل حياتك حد احسن. في علاقات قدرية وكأنه ربنا بيدخلها حياتك علشان هي من نصيبك، وهتاخد فيها قرارات جادة. في علاقات بتنتهي بس بتبدأوا بدايات جديدة. شايفاكم الفترة الجاية عندكم يعني ايه مسيطرين على حياتكم العاطفية. خليني اخد لكم كارت من كروت المونولوجي ونشوف نصيحة كروت القمر تقول لنا ايه. بسم الله. الكارت ده بيقول لك، او ده كارت التأمل والتفكير، يعني القمر الجديد في برج الحوت. لو نتكلم عن البطاقة دي بتقول لك انه عندك احلام وعندك رومانسية حواليك، هتبقى الفترة اللي جاية، وفي ناس بترافقك يعني تبقى رفيقة لروحك، وفي بدايات جديدة جاية لك في الطريق ان شاء الله يا برج القوس. في حاجة بتحسسك ان انت في مكان افضل، وكأن الغيوم بتنتهي من حياتك وبتدخل في حالة مختلفة تماما، حالة جديدة. وصحيح ممكن يكون في شوية ارتباك او خيبة امل زمان حصل معاك وانت متوقع كده الفترة الجاية، بس لا، يعني اللي حصل في الماضي مش هيحصل دلوقتي، ولا في خيبة امل ولا في تعب ولا في خيانة ان شاء الله. ففي حاجة جديدة بتدخل حياتك، في شخص جديد انت من جواك بيخرج منك كلام حلو، هتحب حياتك، هتحس بروحك وبقلبك، واحلامك بتبقى حقيقة، والامور عندك هتبقى حلوة خالص الفترة الجاية. وفي فرصة ان انت تحقق حلم او حاجة كنت بتتمناها. يعني ركز في مشاعرك وواجه اي مخاوف ممكن تضايقك او توقفك عن حلمك او عن الحاجة اللي انت عايزها، واجهها ووقف الجروح الماضي، وجي الوقت ان انت تستسلم لحكمة ربنا، وحاول ان انت تتجنب اي خداع عن عمد، يعني ما تردش بالمثل. وفي نفس الوقت خد بالك من ناس مخادعة في حياتك يا برج القوس، وبأكد خدوا بالكم من ناس مخادعة في حياتك. طيب خلينا هنا نشوف كروت جزيرة الحب. بسم الله. نشوف بقى عاطفيا الكروت هتقول لنا ايه. طيب اول كارت بيقول لك انه في كارما يا برج القوس بتروح للشريك، في كارما هتروح لشخص كسر لك قلبك وألمك وفضلت حزين على انفصاله، فصل عنك، ومن ساعتها وانت حاسس بالضياع وحاسس بالحزن وكأنك في حالة حداد. بحب اقول لكم انه العلاقة الكارمية او الكارما بتروح له، وربنا هيعمل فيه اللي هو عمله فيك، فكأن ربنا ياخد لك بحقك الفترة الجاية. بيقول لك النهايات، الكوفن ده
النهايات هتجيب لك بدايات جديدة، حتى حياتك هتنمو، هتتغير، هتتحرر من أشخاص كانت في الماضي مضايقاك، هتنتقل من حالة لحالة أفضل. فما تشيلش هم، كل الأمور عندك بتتصلح وبتتعدل للأحسن يا برج القوس. إن شاء الله ربنا معاكم يا برج القوس. ودي كانت قرايتكم الفترة دي، اتمنى يا رب القراية تكون عجبتكم. لو سمحت، لو كنت حد جديد معايا في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، اضغطوا لايك وشير سبسكرايب علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار، واللايك والشير علشان كل مواليد برج القوس يشوفوا الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد يا برج القوس.